أنا ألفة مناعي، عاملة بالقطاع الفلاحي. هذه هي خدمتي اليوم، مانيش نخدم في الفلاحة اليوم، منحي في الزعتر، والزعتر هذا يزاد مورد رزق لينا للناس الكل في الوقت هذا، على خاطر تقل الخدمة ما عادش نجم ونخدمه، وبحكم هاك بتشوف في الطقس كيفاش المطر، وما مثل نهار نخدمه ونهار ما نخدموش، يعني ما مانيش باش نحبس ناي بحكم اني عندي وليد، هذا هو اللي نجري عليه، يعني ما نجمش نحبس. اليوم هاكم جيتوني تلقوني نحف الزعت. خدمتنا في الفلاحة هي كل مرة كيفاش نزرع طماطم، نزرع وفلفل، الأنواع نتاع الخضر الكل. علاقتنا بالوسطاء وبالفلاح صعيبة ياسر، على خاطر الوسيط زاد تاعب والفلاح تاعب ونحن زاد تاعبين. في الأجر ساعات يوصل حتى 10,000، يوصل ل 11,000. أنت والفلاح كيفاش، أنت والبلاصة اللي نخدموا فيها ساعات يهزك الساتفورة، ساعات يهزك البوسالم، ساعات يعني البلاصة البعيدة يولي الوسيط ياخذ 4,000، ما عادش ياخذ 3,000، يعني كل مرة كيفاش صعيبة ياسر. ما عادش تعمل حتى شيء، كل 10,000 ولا 11,000 ولا حتى 15,000، ما عادش تعمل حتى شيء. المصاعب اللي تعيشها المرأة الفلاحة ساعات تلقي ما عندهاش كارني خلاص، تلقيه رجلها مثلا نقول هو عامل التالي خادم في شريكة يقص عليه، لا عاد تحمل كارني أبيض لا أصفر لا حتى شيء، وفاك الكارني سنة ساس توقع تسميك مرضة تشد البيت. يعني المرأة الفلاحة تعبة برشة 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 برشة. مشروع فلاحة هو مشروع انطلق من جهة جندوبة، جهة فلاحية بحتة، النساء يخدموا والفلاحة قائمة في جندوبة على النساء، خاصة الزراعات اللي هي تكون معناها فيها انتاج فلاحي، طماطم بطاطا فلفل، معناها النساء كمية كبيرة من النساء يخدموا في الفلاح. فانطلقت فكرة المشروع، مشروع المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، وفي الاخر انطلقنا الى ما يسمى حملة فلاحة، اللي هي حملة مناصرة ذاتية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي للمطالبة بحقوقها، النقل الآمن، التغطية الاجتماعية، التغطية الصحية. هذوم الكل انطلقوا من فكرة بسيطة، أنه لاحظنا أنه هالمرأة العاملة في القطاع الفلاحي أنه تتطلب منا مجهود، ونحن كأبناء هذه النساء العاملات في القطاع الفلاحي يتطلب منا مجهود، باش نرجعوا لهم الخير اللي يقدموه لنا، نشوفوا كيفاش أنه مع المرأة، مع الفلاح، مع الإدارات الجهوية، مع منظمات المجتمع المدني، لإيجاد حل لمعضلة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي. انطلقت الفكرة لمناصرة النساء هذوما ويناصروا رواحهم برواحهم، أي ما تسمى المناصرة الذاتية، حتى نحولوا فكرة المرأة اللي هي ما تنجمش تقول رانا نخدم في الفلاحة وتحشم بهم، تحشم بروحها وتحشم ولادها يحشموا، أنه حولنا النظرة هذه، حاولنا أنها نحولوا النظرة هذه إلى نظرة افتخار واعتزاز، لأنه في البلاد التونسية عندنا ما يقارب 600,000 امرأة تخدم في الفلاحة. الـ600,000 امرأة نجموا نلقوا فيهم 90% بدون تغطية اجتماعية، قرابة 90% ولا يمشوا في نقل غير آمن. فلذلك أنا انطلق مشروع فلاحة وحملة فلاحة. احنا مطالبين يعني ان شاء الله في المشروع هذا، يعني مطالبين مشاريع صغيرة، خطر الفلاحة ما هيش كل شيء. نهار تو سنة ما ثميش خدمة، سنة نهار نخدم ونهار ما ثميش خلاص. ثقة بالنفس، المرأة الفلاحة ولت عندها ثقة في روحها، ولت عندها ثقة في الناس الكل بحذاها، يعني ولت عندها ثقة في برش حوايج. الثقة هي كيفاش، قبل كانت كي تمشي ديما خايفة، كلمة تخدم في الفلاحة ما تقول هيش وهي يعني فارحة به، تقولها وهي حيش ما راسها لوتك. ناي اليوم نخدم في الفلاحة ومرأة فلاحة، ونقولها بالفم والملاء مرأة فلاحة وفالحة في كل شيء، ونقولها بالفم والملاء.